السلام عليكم، نلتقي مجددا لتقديم حل التمرين رقم 9 صفحة 81. ونص التمرين يقول: أحدد موقع النقطة M على D بحيث AM يساوي BM. ب: أحدد طبيعة المكلات أربعة الشكل كما ترون هنا وفي الكتاب المدرسي كما يظهرون. والتمرين للمستوى السادس مرجع الجيد في الرياضة. لدينا الشكل، هناك مستقيم ونقطتين خارجة، نقطتين خارجة. يقول: أحدد نقطة M على هذا المستقيم بحيث تكون AM تساوي BM. هنا سأحاول أن أفكر عمليا أنني إذا ما رسمت هذا الشكل على ورقة، وأحاول طي الورقة كي تأتي النقطة M A على B، النقطة A على B، أحاول الطي، يعني أن أجد محور تماثل القطعة AB، يعني يجب أن أحاول أن أجد محور تماثل القطعة AB. على الورقة، على ورق شفاف، يمكنني أن أستعمل طريقة الطي، لكن ربما في الشكل سأرسم محور تماثل AB، وهو المحور الذي يمر من منتصف القطعة AB وعمودي عليها، يعني سأجد المستقيم المار من منتصف AB وعمودي عليها. يمكن استعمال البيتكار لرسم ذلك أو المسطرة والكوز. الطريقة الأولى سأبينها لكم بالبيتكار، أفتح البيتكار على فتحة ثم أرسم هنا قوسين كما سأرسم في الأعلى قوسين بنفس الفتحة. سأثبت سين البيكر على A وأرسم بنفس الفتحة قوسين. هنا سأجد هناك مستقيما سيمر من منتصف AB وعمودي عليها. في الأقسام العليا ستعرفونها بواسط القطعة، واسط القطعة AB وهو محور تماثلية. هكذا النقطة التي سيقطع فيها هذا المستقيم D هي النقطة المطلوبة لدينا، هي النقطة M المطلوبة، وسأكتب هنا هذه النقطة نقطة M. جميع النقط التي نجدها على هذا المستقيم تكون متساوية المسافة على A و B ستكون متساوية المسافة. سنتحقق بفتحة البيكار، نثبت فتحة البيكار في M، سين البيكار في M، ثم نفتح البيكار حتى يصل إلى B أو A، ثم نتحقق هل هي نفس المسافة، هل هي كما ترون هي نفس المسافة، أو سنرسم منتصف، سنتحقق بأن هذه النقطة هي منتصف. منتصف AB كما ترون فهي منتصف AB، منتصف AB، وسنجد أن هذا المستقيم هو عمود على حامل القطعة AB، عمود على حامل القطعة AB. نرى حافتي الكوس ملتصقتين بحامل القطعة AB وبالمستقيم الذي رسمناه. هكذا وجدنا النقطة M. يمكن استعمال
ارسم في الاول منتصف ارضي وارسم المستقيم العمودي على هذا على ابي بحيث يكون في منتصفها هنا وهنا رمز التعامد او نستعمل البك كما رايته. اذا نجد هنا ان ام يساوي ب ام يساوي ب ام. اذا في السؤال ب احدد طبيعه المثلث ا ب ام. لدينا ام يساوي ب ام. اذا هنا لدينا ضلعين متقايسين فسيكون متساوي الساقين في ام متساوي الساقين في ام. نرسم هذا المثلث فنجد ان هذه القطعه متساويه مع هذه القطعه في القياس. اذا فنقول ان المثلث متساوي الساقين في ام. اذا الف رسمت المستقيم باء المثلث ا ب ام او ا ام بي او ام بي ا مثلث متساوي الساقين في ام. لماذا؟ لان ام يساوي بام وكذلك له محور تماثل واحد له محور تماثل هو المستقيم المر من ام والعمود على القطعة AB. إذن له محور تماثل واحد وهو المستقيم الذي رسمناه الآن. هكذا أتينا إلى حل هذا التمرين ونرجو أن تكونوا قد استفدتم وأرجو كذلك أن أكون قد أفدت الذين المستفيدين الذين طلبوا مني إنجاز هذا التمرين. شكرا لكم.